على مر تاريخنا الطويل استطعنا نحن السودانيين تخطي أوقات عصيبة مرت على بلادنا، ولطالما تحدينا المحن ووحدنا أصواتنا في صوت واحد، صوت السودان. وكعادتنا نحن عندما نتكاتف نحقق غايات عظيمة، فلنتصدى معا لهذا الوباء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم ناجي عبد الرحمن، عازف فلوت ومحب للموسيقى، بشوف إن هي شغفي الأول في الحياة. أنا حابب أشدد على التزامنا التام يا جماعة بتوجيهات وزارة الصحة. كمان برضو لازم نكون واعيين جدا ونكون عارفين إنه خط الدفاع الأول لصد فيروس كورونا والوقاية منه هو البعد عن التجمعات، ونكون عارفين إنه حمايتك لنفسك هي حمايتك لمجتمعك. باتفاقنا ومحبتنا لبعض إن شاء الله نجتاز كل المحن والمشاكل عشان صحتكم وسلامتكم وسلامة أولادكم. ما تمشوا الزحام، تجنب الزحام بحاجنا وبقوتنا وبعزيمتنا نستطيع أن نتقلب على كل صعب، ولسلامتكم ولسلامة أسرتكم. أخواني وأخواتي، شعب سوداننا العظيم، خلينا نخط يدنا مع بعض ونتحد في هزيمة المرض ده. الشعب السوداني قادر بوعيه وبوحدته إنه يتخطى أي عواقب. أنا في السودان الحبيب، زي ما عارفين كلنا بنمر بمحنة، والمحنة دي بتطلب مننا إننا نعمل في تناغم تام مع المؤسسات الصحية عشان نعبر المحنة دي. لازم نتعاون نتكاتف مع بعض، وهسه جاهزين إنه نعبر المحنة دي بإننا نتكاتف نلتزم بالإرشادات الصحية والتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية. كونوا بخير. As a country, we've been through a lot together. إن شاء الله we'll be able to make it through this stage as well. Hand in hand, حنميهم. يا وطني يا بلد حبابي في وجودي يحبك الغياب، يا وطني يا بلد العام انتم بخير، وان شاء الله يعني العام ده يمر علينا بسلام، ونجتهد مع الاخوه في وزاره الصحه وكل المسؤولين هناك اننا يعني نتبع التوجيهات الموجوده عشان نتفادى يعني خسائر اكبر وكده. نحن بنتحدى المحنه